السلام عليكم، أنا محمد غنايم. الساعة 11 ليلا تقف أمام النافذة في سهر، تحدث نفسك وتقول: يا ترى أين نصيبي من الزواج؟ يا ترى هل من سأتزوج ستكون بنفس الصفات التي أريدها؟ يا ترى هل ستكون بالدين والحسب والجمال والمال الذي قد يرغب به أي شاب مثلي مقبل على الزواج؟ يا ترى نصيبي ماذا يفعل الآن وبأي أرض هو؟ وتبتسم لتفكيرك البريء الهادئ فأرهقك التفكير، فوجدت نفسك مستلقيا على سريرك تنظر في سقف الغرفة، تحمد الله على نعمه وتدعوه أن يرزقك الزوجة الصالحة. وبين طيات دعائك وتفكيرك غلبك النعاس، ولما استيقظت وجدت نفسك بروتينك اليومي تسعى لما تسعى خلفه بأيامك العادية، فلا جديد يجد، كان يومك عادي جدا، حتى دخلت عليك امرأة لم يسبق لك أن رأيت بمثلها، امرأة جمعت المحاسن كلها، وكأن الزمن توقف حينها ونظرت لها، جمال لم يسبق لك أن رأيته في حياتك، امرأة جمعت كل ما تحلم به من سحر الجمال، واسعة العيون مكحلة، صافية الوجه، ترى تدفق الدم في خديها، وكأنها اللؤلؤ في بياضها ونورها، رقيقة الوجه طيبة الرائحة، امرأة جمعت المحاسن ظاهرا وباطنا، وصفات تعجز اللغة العربية بكل مفرداتها على وصفها. كيف تكون هذه بشرية؟ تقول في نفسك: لا يمكن لهذا الجمال أن يكون جمالا بشريا. ثم دنت منك تلك الامرأة وبكل حياء وبصوتها الساحر قالت لك: السحور يوم جاهز، تعال تسحر. فاستيقظت من نومك وإذا بأمك تناديك للسحور، ربما كرهت ذلك السحور يومها، وفي نفس الوقت تمنيت لو بيدك الرجوع للحلم لتملأ عينك بالنظر لها. قمت من فراشك وما زال تأثير سحرها على ملامحك المبتسمة الغاضبة الحزينة لاستيقاظك من حلم، وأي حلم؟ أكملت سحورك، وما بين أذان الفجر وانتظارك له غفت عينك مجددا، وكان ذلك الملاك ينتظرك فقط لتغمض عينيك ليعود لك، فوجدتها تنتظرك بابتسامة لم يسبق لك أن رأيت بجمالها. أي سحر الجمال، أين كنت من حياتي؟ ثم تقول لك: كيف حالك يا فلان وقد ذكرتك باسمك؟ فزاد غرابتك حبا لها مع أنك لم تنطق بكلمة إلى الآن، ولكن سحرها قد غلب لسانك. ثم قالت لك: أتحسب أنك بحلم؟ لا يا حبيب الفؤاد، أنت في واقع وحلمت أنك تتسحر. ثم أكملت: يا أيها القلب إني أنتظرك، فإياك ألا تأتيني. ثم رحلت، وكان أذان الفجر. الله أكبر، الله أكبر. نعم أحبتي في الله، إنني أتكلم عن الحور العين، وأحببت أن أعكس لك الأمر بطريقة مختلفة كما تعودنا، فإياك أن تتأخر عنها في الجنة. هذه هي أوصاف الحور العين كما جاءت في القرآن الكريم وفسرها أهل العلم، فلا داعي لأن تتمنى أن تعود لحلمك أو أن تستمر فيه، لأنك ستذهب له حقيقة وليس حلما بإذن الله. ستملو عينيك منها، والأجمل أنها ستكون لك بما تملكه الكلمة من معنى، وأنت أيتها الأخت البشرية ستكونين أجمل منهم وصفا وصفة، ستكونين بعين زوجك البشري الأجمل والأنقى، فأنت سيدة تلك الحور العين. إن كنت تسأل يا أخي ما مهرها، مهر الجنان ومهرها تقواك، فاجعل صلاتك في الليالي مهرها، واجعل حياتك في رضا مولاك، والجأ لربك بالدعاء تبتلا، فعساك أن تحظى بذاك عساك، ودمتم في أمان الله.